تحية لكل اللي بيتابعوا موقع الفن، منقدم لكم حلقة جديدة من توب 10 الفن اللي عم تشهد هالأسبوع دخول غنية جديدة على المنافسة وتفاوت بنسبة الاستماع على يوتيوب واللايف ستريمينج والتطبيقات الموسيقية والطلب على الإذاعات والتلفزيون. بداية بالمرتبة العاشرة نيو انتري غنية إليسا صاحبة رأي يلي تصدرت الترند بلبنان والسعودية ومصر والإمارات وتونس والمغرب، وكانت أول غنية بتطلقها من ألبومها الجديد. وأكدت إليسا أنه هالغنية بتشبهها كتير لأنها بتتميز بشخصيتها القوية ورأيها الصريح وقلبها النظيف. أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي بوجهة نظري. بالمرتبة التاسعة بتتقدم غنية مروان خوري كمل حياتك، مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما دخلت الأسبوع الماضي على المرتبة العاشرة. وطرحها مروان كليب بالتعاون مع المخرجة فالنتينا خواند اللي اختارت التصوير باستوديو مروان الجديد تفاديا من انتشار فيروس كورونا. اشعر بلحظة تعبت واستسلم. بالمرتبة الثامنة بيتقدم ديو محمد رمضان وسوبر ساكو بعنوان تيك توك، مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما دخل على المرتبة التاسعة الجمعة الماضية، وقدروا يتحدوا الظروف الصعبة ويصوروا الكليب بين مصر وأمريكا من إخراج حسام الحسيني، وتصدروا لترند اليوتيوب وحققوا نسبة مشاهدة عالية. في شغل في كاش في أغاني في أفلام مفيش وقت عشان أفضلك. بالمرتبة السابعة بتتراجع غنية داليا مبارك كده ممكن 5 مراتب هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثالثة الجمعة الماضية، وعم بتحقق النجاح داليا بغنية جديدة بعنوان هكا هكا. كده فعلا عمر يمضي ويبقى حبنا للأبقى. بالمرتبة السادسة بتتقدم غنية أصالة الحب والسلام مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة السابعة الجمعة الماضية. أصالة أثارت الجدل من خلال الفيديو كليب اللي بيظهر فيه عدد من الرؤساء السياسيين اللي انعرفوا بمواقفهم ضد الثورات، واختارت التعامل مع محمد القاضي لإخراج الكليب. اللي عايشة طول حياتي باحترام. بالمرتبة الخامسة بتتقدم غنية سعد المجرد عدى الكلام 3 مراتب هالجمعة بعد ما دخلت على المرتبة الثامنة الأسبوع الماضي، وقدر يحصد نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب والتطبيقات الموسيقية بوقت قياسي، وتعاون مع حكيم غراب لإخراج الكليب اللي بيظهر فيه بشخصيات من السيرك. كل ده بيحصل أمام حاسس إن كده ابتدي أبقى رومانسي وضعيف. بالمرتبة الرابعة بتتراجع غنية محمد رمضان كورونا فيروس 3 مراتب هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الأولى الأسبوع الماضي، وكانت ميز رمضان بشرح الأساليب الوقائية من فيروس كورونا بالكليب تحت إدارة المخرج محمد سامي. مرض وعم على الكل بقينا ماشيين بالكحول زي ما لقينا له اسم. وبتتعادل غنية محمد رمضان كورونا فيروس مع غنية كارول سماحة بون فياج اللي بتحافظ على المرتبة الرابعة للجمعة الثانية على التوالي، وقدرت كارول تحقق نجاح كبير بهالعمل بالإضافة لفكرة الكليب الجديد المميز من إخراج بتول عرفة. بالمرتبة الثالثة بتتقدم غنية ناجي القسطى أقرب شخص مرتبتين هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الخامسة الأسبوع الماضي، وتميز ناجي باختياره للغنية وفكرة الفيديو كليب الجديدة بالتعاون مع المخرج سعيد المروق. ضوي العشر صعبي فيك البشر بتحس. وبتتعادل غنية ناجي القسطى مع غنية مايا دياب نهارنا وردي اللي بتتقدم 3 مراتب هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة السادسة الجمعة الماضية، والغنية عزيزة على قلب مايا اللي هديتها لكل محبينا ومتابعينا من خلال برنامج ضحك ولعب وجد على الام تي في. بالمرتبة الثانية بتتقدم غنية أدهم نابلسي هذه أنت وهذا أنا مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثالثة الأسبوع الماضي. أدهم عودنا دايما على اختياراته المميزة، وقدر من خلال هالغنية يتصدر الترند بفيديو كليب من إخراج عمر رمات. وكل شي كنا نحلم فيه هذه أنت وهذا أنا. بالمرتبة الأولى بتتقدم غنية ماجد المهندس مو ضروري مرتبة واحدة هالجمعة بعد ما كانت بالمرتبة الثانية الجمعة الماضية، وتصدر ماجد المهندس لترند وحقق نسبة مشاهدة عالية على يوتيوب، ودايما اختيارات المهندس صائبة ومميزة وبتعيش المحبين حالة من الحب والإحساس والرومانسية. انت عندي مو ضروري
عيني ما يهملو غبت. لهون بتكون خلصت حلقتنا من توب 10 الفن. موعدنا بيتجدد الجمعة الجاية بنفس التوقيت. صوتوا لغنيتكم المفضلة عبر البريد الإلكتروني المذكور بأسفل الشاشة. أما لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب ليوصلكم كل جديد.